السلام عليكم. إدراك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي التي تدور في فلكها لأهمية الأوراق الاقتصادية والسياسية الليبية دعاها لتكثيف جهودها لإيجاد مخرج لحالة الانغلاق السياسي التي نتجت عن منح البرلمان الثقة لفتح بشاغة وحكومته بديلاً عن حكومة عبد الحميد دبيبة. الجهود السياسية تتقاطع مع ضغوط بدأت تلك الدول بممارستها لتحييد قطاع النفط عن السجال القائم بين الحكومتين المتنافستين والعمل على رفع وتيرة الإنتاج على أمل أن يتمكن شيئا فشيئا من تعويض النقص الناتج جراء الحرب الروسية الأوكرانية. فهل سينجح صناع القرار في اختيار السياسة والاقتصاد من خلال تكريس الاستقرار الداخلي واستعادة ثقة المجتمع الدولي وعملائه السابقين في قطاع النفط والغاز؟ معكم المبروك الصغير لحلقة جديدة من لايف، حياكم الله. إذن نخصص حلقة اليوم لنقاش الاضطرابات السياسية وتأثيرها على إنتاج النفط مع ضيفينا العزيزين، الدكتور عطية الفتوري أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، وأيضا من تونس الأستاذ أشرف الثلث المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي. مرحبا بكما، ودعونا نتابع في البداية هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. كمن يطلق النار على قدميه، هكذا يبدو حال ليبيا مع إصرار عديد من الأطراف على إدخال قطاع النفط في وسط الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، الأمر الذي ينذر بالمزيد من الخسائر في ظل الارتفاع المتصاعد للأسعار في الأسواق العالمية. آخر الرصاصات التحذيرية أطلقها سكان ونشطاء منطقة الهلال النفطي الذين هددوا في بيان مصور بإغلاق وإيقاف تصدير النفط من موانئ المنطقة في حال استمرار دعم الأمم المتحدة لحكومة عبد الحميد دبيبة المنتهية الصلاحية في وجه حكومة فتح بشاغة التي نالت الشرعية البرلمانية بحسب وصفهم. بيان رأى فيه المراقبون انعكاسا للمزاج الشعبي العام في العديد من المناطق التي ترى في حكومة بشاغة بريقة أمل لتحقيق التوافق الوطني بعد نجاح الأخير في إحداث العديد من الاختراقات والتحالفات مع من كانوا لأشهر خلت في خانة الخصوم. هذا الحراك دفع العديد من الأطراف الدولية للتواصل مع بشاغة وإبلاغه بشكل واضح بضرورة العمل على تجنيب قطاع النفط التجذبات السياسية وتكريس الجهود لضمان استمرار تدفق النفط ومشتقاته، وأن الحوار هو الطريق الوحيد لإيجاد حل لمعضلة تسلم حكومته زمام الأمور من الدبيبة. مصدر دبلوماسي تحدث لـ 218 مشيرا إلى أن الخشية من استخدام النفط كسلاح ضاغط في الأزمة السياسية الراهنة كان المحرك الأساس لتحركات السفير الأمريكي وعدد من نظرائه الغربيين خلال الأيام الماضية، بغية الدفع باتجاه تسوية تضمن خروجا مشرفا للدبيبة من طريق السكة مقابل ضمانات تجنبه الملاحقة القضائية في شبهات التورط في إهدار المال العام خلال فترة ولايته. المصدر أوضح أن بشاغة أكد أن من أولويات حكومته العمل على حل كافة الإشكالات التي يعاني منها قطاع النفط، ولا سيما ما أحدثته الخلافات التي ازدادت حدة وتيرتها خلال الأشهر الماضية بين وزير النفط محمد عون ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعالله، الأمر الذي أدى لاضطراب الإمدادات والتصدير والإيرادات التي تمثل المصدر الرئيسي لتمويل احتياجات الحكومة ودفع رواتب الجيش والموظفين. الإشارات الإيجابية التي تلقتها الدول الغربية من رئيس الحكومة الجديد تقاطعت مع تصريحات مصطفى صنعالله الأخيرة عن عزم مؤسسته العمل على رفع معدلات إنتاج الغاز للاستجابة للطلب المتزايد عليه في السوق الأوروبية، وذلك تزامنا مع الحظر الغربي على واردات الطاقة من روسيا. صنعالله الذي عدد خلال كلمة في مؤتمر سيراويك بولاية تكساس الأمريكية
المزايا التي تملكها البلاد كمورد مهم للطاقة في الظروف الراهنة لما تتمتع به من موقع استراتيجي ولامتلاكها احتياطات كبيرة من النفط ومشتقاته، أكد في الوقت ذاته سعيه إلى العمل على تجنيب المرافق النفطية، حالات الاضطراب والانقطاع التي سادت في الأعوام السابقة، مؤدية لإسقاط البلاد مؤقتا من حسابات عملائها السابقين. مرحبا بكما ضيفي العزيزين، وأبدأ مع حضرتك دكتور عطية الفتوري أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي. في البداية، كما ورد في التقرير، إذن الدبلوماسية الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تحاول منع محاولة حسم الصراع السياسي باستخدام سلاح النفط أو ورقة النفط كضغط، هل ستنجح في تقديراتكم؟ والله طبعا نحن يعني ليبيا تصدر في النفط، ومش شك ان صادرات انتاج وصادرات النفط يخضع لظروف سياسيه داخليه وخارجيه، يعني صحيح. ولكن نحن لما نتكلم من مصلحه الشعب الليبي نقول بان ليبيا يجب ان تضخ النفط خاصه في هذه الفتره باكبر قدر ممكن. يعني نحن كما يعلم الجميع بأن في سنة 2020 يعني تم إقفال النفط لمدة حوالي 9 شهور، ولكن لحسن حظنا في تلك الفترة أن أسعار النفط كانت منخفضة جدا، وصلت أسعار النفط إلى مستوى متدني وبعض الأحيان إلى أقل من 30 دولار للبرميل، وبالتالي ربما ضارة نافعة. يعني صحيح أننا تضررنا من كذا، لكن هذا أفضل لنا ان احنا، لان الان البرميل النفط ارتفع الى قريب من حوالي 130 دولار في الاسبوع الماضي، والان اليوم يعني وصل سعر برميل النفط الى 109 دولار. يعني نحن وضعنا جيد جدا، ان احنا لم نصدر كميات كبيره من النفط في 2020، وبالتالي نحن الان يجب ان نغتنم هذه الفرصه ونصدر أكبر كمية ممكنة تزامنا مع الارتفاع الكبير لأسعار النفط، وربما لو طالت الحرب في أوكرانيا ربما يرتفع أسعار النفط إلى أكثر من ذلك، وبالتالي هذه فيها فائدة طبعا ليبيا، خاصة وأن احنا نعتمد على إنتاج وتصدير النفط بشكل شبه كامل في تمويل الميزانية العامة وحتى في تمويل ميزان المدفوعات. فأعتقد أن الجهود السياسية يعني التي تعمل في هذا اتجاه عدم إقفال النفط وعدم استغلال قطاع النفط في الظروف السياسية، هذا شيء يعني جيد ويجب أن نعمل معه في نفس هذا الاتجاه. يعني نعم. طيب، دعنا نرحب بالأستاذ أشرف الثلثي المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي مباشرة، ينضم إلينا من تونس. كما قال الدكتور عطية في بداية حديثه أن قطاع النفطي يخضع لضغوطات داخلية وخارجية، كيف يمكن أن نستخدم هذه الضغوطات في صالح الدولة الليبية ولصالح الشعب الليبي اليوم، خاصة مع الحرب القائمة وإغلاق صمامات النفط المرسلة إلى من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي وغيرها؟ نعم، في حقيقة الأمر هذه الظروف يجب أن توظف بالكامل لصالح الاقتصاد الليبي، ولكن الكل يعرف الأزمة التي نمر بها الآن، يعني الخارجية الليبية وأيضا السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية يجب أن تقوم بصياغة استراتيجية موحدة حتى نستفيد من هذه الظروف ونكون لدينا المقدرة على تعويض الفاقد سواء من النفط أو الغاز. فليبيا لديها مخزون كبير أيضا من الغاز، تجاوزنا الآن تقريبا 1,300,000 برميل يوميا، سعر البرميل النفط أيضا تجاوز تقريبا 130 دولار، فنحن الآن في وضع جيد، والظروف كما يقال مصائب قوم عند قوم فوائد. ولكن أستاذ أشرف اسمح لي فقط على المقاطعة،
أنت والدكتور عطية اتفقتما بأن الوضع جيد وهناك طمأنينة في الوضع النفطي، ولكن على الأرض ألا يتعارض مع ما يحصل سياسيا اليوم؟ لسوء الحظ نعم، ولكن أنا لازلت لدي الثقة سواء السيد باش آغا المكلف من البرلمان، رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، أو السيد عبد الحميد الدبيبة الذي لا زال يشغل منصب رئيس الحكومة، هما شخصيتان يعني يتمتعوا بالوطنية اللازمة لإيجاد أرض مشتركة يتم فيها التنسيق ولو حتى بصفة مؤقتة للاستفادة من هذه الظروف. يعني الآن لا يمكن أن نختزل مصالح الشعب الليبي أو المصلحة العليا الليبية فيما يخص شخصان أو حكومتان تتنازع على الشرعية. الشرعية من عدمها سيتم الفصل فيها وسيتم الوصول إلى أرض مشتركة تشمل الجميع، ولكن هذه الفرصة الذهبية يجب أن توظف ويجب أن تستغل الاستغلال الأمثل لتعويض العاجز ولدعم قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الصعبة، وفي نفس الوقت أن نخرج بمخرجات تخدم اقتصادنا الضعيف للأسف الشديد، وأن توظف هذه الظروف لدعم اقتصادياتنا وكذلك خلق شراكات أخرى مع زبائننا في أوروبا والدول التي تستورد من ليبيا النفط. سأعود أسألك عن هذه المخرجات التي تتحدث عنها أستاذ أشرف لإنقاذ الاقتصاد الليبي. أعود إلى الدكتور عطية الفتوري. على من تقع اليوم دكتور عطية الفتوري مسؤولية الاستفادة من هذا الوضع اليوم الاستثنائي في ليبيا والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط؟ على المؤسسة الوطنية للنفط، على وزارة النفط، على من بالضبط؟ هو الحقيقة يعني في إشكالية ما بين وزارة النفط وما بين المؤسسة الوطنية للنفط، يعني أو على الأقل ما بين الأشخاص، يعني ما بين مصطفى صنع الله وما بين الوزير النفط. طبعا هي المشكلة أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت تقوم بوظيفة الوزارة يعني، وبالتالي كان السيد مصطفى صنع الله يعمل وكأنه هو وزير ويحضر اجتماعات مؤسسة منظمة الأوبك وكثير من الأشياء، يعني باعتبار أنه أعلى سلطة فيما يتعلق بقطاع النفط. ولكن لا شك أن وزارة النفط أو وزير النفط هو أعلى من المؤسسة، ولكن هناك طبعا خصام ما بين الاثنين. هذا الخصام انعكس على القطاع وانعكس على إنتاج النفط وانعكس على كثير من الأشياء للأسف الشديد يعني. وبالتالي أنا أعتقد هذا يجب أن هذه الإشكالية يجب أن تحل، وربما أن السيد رئيس الوزراء السيد عبد الحميد بيبة كان يصف في أحد الجانبين من هذا الخصام. ولكن أعتقد أنا يعني نحن نأمل أن يكون السيد فتحي باشاغة أفضل من السيد عبد الحميد بيبة، لأن السيد عبد الحميد بيبة احنا جربناه من الناحية الاقتصادية، لا نتكلم اقتصاديا، هو لم يكن موافق في الناحية الاقتصادية باعتبار أنه هو يعني تصرف في المال أموال العامة بشكل كبير جدا جدا دون أن يكون ذلك خاضع للإجراءات التشريعية. وبالتالي يعني من الأفضل أن نرى السيد فتحي باشاغة ماذا يعمل، هل سيعمل في شكل أفضل من السيد دبيبة وإلا هو نفس الشيء؟ يعني طبعا نحن دائما عندنا أمل في التغيير، يعني عندنا أمل لما نغيره. يعني احنا ليش أصلا نبغى نغير السيد دبيبة؟ لأن يعني بصراحة اقتصاديا تصرف بشكل غير قانوني، يعني تصرف وكأنه يتصرف في أموال خاصة مليارات الدنانير يعني، وصرف خارج الميزانية. ولكن هذا هو أعتقد الأسباب، أو على الأقل هذه الأسباب الأساسية من الناحية الاقتصادية. طيب من ضمن يجب على أن يعمل رئيس الحكومة اليوم الجديدة فتحي باشاغة أحسن مما كان يعمله عبد الحميد الدبيبة؟ هل هناك معطيات؟ والله ما فيش ضامن طبعا، لكن
لا هو يعني انت لما تكون واحد يعامل فيك معامله سيئه ويجي واحد اخر يقول لك يعني انت دائما عندك امل ان هذا الجاي الجديد يكون افضل من الاول، يعني ما اعتقدش انه هو حيكون اسوء منا، ربما يكون كيفه، ربما يكون اقل منا شويه، يعني دائما انت يعني تطمح الى ان مش 100% حيكون احسن منا، ولكن على الاقل يكون 50% 60% افضل منا يعني. وانا اعتقد هذه الوعود اللي قال بها، وهذه الوعود اللي يبدو انها هي ربما يكون فيها يعني صادق، لكن للاسف يعني انت ما يزرك اللي زرنا نحن نبغى نغيره، او على الاقل انا نتكلم من ناحيه اقتصاديه مش من ناحيه سياسيه يعني. اعتقد ان 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 السيد فتحي بشاغة ربما يكون افضل يعني، وسنراه يعني في جميع الاحوال. استاذ اشرف، من جانب الاقتصادي فقط طبعا. طيب نعم. هذا واضح. ابقى معنا دكتور عطيه. استاذ اشرف، من واقع تجربتك كمتحدث باسم المجلس الرئاسي السابق، اين اخفقت حكومه دبيبه اليوم؟ وهل من الممكن ان يعمل بشكل افضل فتحي بشاغه مع تعهداته الاخيره التي اطلقها؟ لدي تعقيب بسيط. تفضل. فيما يخص الفرق ما بين وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، وزارة النفط هي جسم منظم regulating body، والمؤسسة الوطنية للنفط هي جسم أو مؤسسة تنفيذية، فلا أعتقد أن هناك من أعلى أو أوطى، هذا يعني للتوضيح. إجابة على سؤالك أستاذ المبروك، لم نرى أي خطة حقيقية سواء من الدبيبة أو من السيد بشاغة. يعني الآن هناك فرصة ذهبية، النفط أو العائدات النفطية هي قوت عيش الليبيين وتمثل الأمن القومي لليبيا، ويجب أن لا يكون هناك أي تهاون أو أي تراخي في من يهدد قوت عيش الليبيين في هذه الظروف. نحن الآن نمر بمرحلة جديدة، العالم يتموضع من جديد، لدينا قوى عالمية صاعدة تتمثل في الصين وتتمثل في الهند، وروسيا تلملم في جمهورياتها القديمة وتسعى إلى مد نفوذها، فيجب أن نتموقع بذكاء، ويجب أن نترفع على المماحكات والحساسيات والزعامات الوهمية. والتاريخ يسجل في كل من هو الآن يشاكس، أو كل من هو لا يستطيع أن يتعاون أو يقدم خطة حقيقية للاستفادة من هذه الأوضاع وإصلاح ما يمكن إصلاحه. فنحن في مرحلة حرجة جدا، وعلينا أن نرى خطط لا حديث أو بيانات. يعني يا سيد الدبيبة، نحن ليس بجديد أن نرى حكومتين، يعني عشنا بحكومة في الشرق وحكومة في الغرب لأكثر من 5 سنوات تقريبا. قدمونا خططكم، ما هي خطتكم لهذه الظروف من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية ومن الناحية الاستراتيجية؟ هنا أسأل أستاذ أشرف عن رؤيتك لبرنامج بشاغة الاقتصادي. والله أنا يعني بكل صراحة ما أراه هو يعني بيانات ويعني ظواهر صوتية أكثر منها خطط. لم أرى أي شيء يرتقي إلى مستوى خطة يعني، ولا حتى خارطة الطريق. يعني نرى بعض البيانات هنا وهناك، يعني سأحسن مستوى المعيشي، سأقوم بكذا، ولكن الخطة معالمها واضحة، خطة وخارطة الطريق، وتكون لديها مقومات الخطة الحقيقية، ثم تعرض وتناقش، ويتم استشارة الخبراء الاقتصاديين والنفطيين. نحن نتحدث على سلعة استراتيجية ألا وهي النفط، هناك طلب كبير، ليبيا تنتج الآن إنتاج لا بأس به، قابل للإزدياد حتى ينعكس إيجابيا وإصلاح وترميم الاقتصاد الليبي. هل سنوظف هذه الفرصة الذهبية أم سنقوم كما ذكرت في بداية التقرير بإطلاق الرصاص على أقدامنا؟ فهذا هو السؤال. طيب دكتور عطية الفتوري، من ناحية اقتصادية، هل يملك بشاغة خطة إدارية اقتصادية حقيقية اليوم؟ أم كما قال الأستاذ أشرف هي فقط بيانات؟ أعتقد أن يعني الخطة الاقتصادية، حتى لو واحد أعلن عن خطة اقتصادية، في الواقع الفعلي قد لا يطبقها بعدين،
يعني ربما استمعنا إليه وكلامه يعني كلامه طيب وكلام جيد وكذا، ولكن أعتقد أن لما يدخل المعمعة ويدخل العمل الفعلي قد تتغير أشياء كثيرة يعني مما وعد به الناس يعني. وكل السياسيين يعني هم في هذا المجال يعني، كل السياسيين عندما يريدون الوظيفة يعني يمنون الناس بالأمانة والوردية وغيرها وغيرها، ولكن بعدين يا إما هم ما يقدروش ينفذوها، يا إما أن في مشاكل أخرى ربما تعترضهم، وقد يتغير كثير من الأشياء يعني. الوعود متاعها ليست وعود يعني 100% أنه سيستطيع أن يفي بكل هذه الوعود، ولكن على أي حال يعني الوعود تقريبا مقبولة يعني بالنسبة لكل الناس. وفي بعض السياسيين اللي لما يتكلم عن مواضيع مثلا اجتماعية أو سياسية أو حتى اقتصادية يعني قد لا 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 لا, لا يرى فيها الناس طبعا، فمن البداية ينتقدون، ولكن سيد بشارة يعني الكلام اللي قاله كلام طيب، ونحن نعمل أنه يقدر ينفذ هذا الكلام لو هو بقى يعني في السلطة والسلم الوظيفة. أنا عندي بس يعني تعليق على العلاقة بين المؤسسة الوطنية للنفط والوزارة. يعني صحيح الوزارة هي تنفيذية المؤسسة تنفيذية والوزارة يعني تنظيمية، ولكن السلطة الأعلى في القطاع هي للوزير، وبالتالي المؤسسة الوطنية للنفط لا تستطيع أن تخاطب مجلس الوزراء مباشرة، لازم تخاطب عن طريق الوزير طبعا، وهكذا يعني في أشياء يعني تنظيمية. هذا لا يخدم ملف يعني النفط أن تكون لدينا مؤسسة وطنية للنفط ووزارة؟ لا يعني ما احنا عندنا ظروف يعني على مدى يمكن 40 سنة الماضية أحيانا عندنا وزارة ومؤسسة، وأحيانا عندنا مؤسسة بس بروحها يعني في فترات مختلفة يعني باي، ولكن وجود المؤسسة والوزارة يثير خلافات. توا في الشركات الكبيرة لا، وحتى في المصارف تلقى مجلس إدارة وتلقى مدير تنفيذي، ودائما في مشاكل ما بين المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة على أساس أن كل واحد يعتقد أن هذا هو من اختصاصه. فهذه يعني عملية قديمة ومستمرة، إلا لما يكون رئيس السلطة التنفيذية والوزير مثلا يعني في وئام وكذا يتفاهموا بعضهم ويعرفوا كل واحد يعرف حدوده ولا يسيطر أي أحدهما على الآخر يعني. هذه يعني تبي ناس يكونوا متفاهمين مع بعضهم يعني. طيب اقتصاديا نفطيا هل اليوم المؤسسة الوطنية للنفط قادرة على زيادة وتيرة الانتاج اليومي وتعوض أوروبا بالنفط والغاز أم لا؟ أنا أعتقد إمكانيات المؤسسة الوطنية للنفط يعني، ولو أني أنا مانيش من قطاع النفط طبعا، لكن هذا ممكن يجاوبك عليه واحد يفهم قطاع النفط ويعرف، لكن على أي حال لا تستطيع أن تعوض أوروبا في النفط اللي تفقده من يعني نحن لما نشوف إنتاجنا يمكن 1,200,000 1,300,000 وكذا، يمكن يزاد الكمية إلى منكم 1,400,000 1,500,000 كحد أقصى، ولا أعتقد أن المؤسسة الوطنية يعني عن طريق شركاتها طبعا الشركات المنتجة الفعلية، لا أعتقد أنها تستطيع في فترة قصيرة، ربما في فترة طويلة يعني لو يعطوها فترة. هذه الفترة تتراوح من أي كان كم تتراوح مدة هذه الفترة دكتور عطية؟ تتراوح أكثر من سنة. أنا نتكلم على الفترة اللي ممكن زيادة فيها النفط متاعنا إلى 2 مليون مثلا أو أكثر. نحن في وقت ما سابق كان الهدف هو 3 مليون برميل قبل 2011 يعني، لكن هذا في صعوبة، يبي إعادة تأهيل الآبار الموجودة، يبي حفر آبار جديدة، يبي كذا يعني. أنت لما تكلم على 3 مليون معناها تبي تضيف ضعف القيمة 100%، تبي تزيد الإنتاج تاعك، لا تستطيع أنت تضيف إنتاجك 100% إلا خلال المدى الطويل، لكن خلال المدى القصير ربما تقدر تزيدها 10% 20% فقط ليس إلا. وبالتالي ليبيا حتى وضعها في السوق العالمي يعني نحن مش مؤثرين بشكل كبير جدا في السوق العالمي،
لكن اللي خلينا نأثره لأن نوعية النفط الليبي من أفضل النوعيات يعني، فهذا هو النفط الليبي مرغوب يعني أكثر من غيره، النفط الليبي والنفط الجزائري وغيرها النفوذ اللي هي الخفيف هذا هاي هذا هو. لكن طيب. نحن من ناحية الإنتاج نحن إنتاجنا ليس بهذاك القدر الكبير يعني، السوق العالمي يستوعب أكثر من 100 مليون برميل يوميا ونحن إنتاجنا في حدود المليون ولا مليون شوية يعني. أستاذ أشرف ما رأيك في هذا الحديث؟ قادرة أم غير قادرة ليبيا على التعويض حتى ولو جزء بسيط؟ بكفاءات ذاتية يتعذر هذا في الوقت الحاضر. أولا نحتاج لبسط السيطرة على كافة الأراضي الليبية وإحلال الأمن، ثم بإمكاننا أن يتم تأسيس شركات مشتركة ليبية أجنبية مقتدرة وتتمتع بالخبرة في استخراج النفط ونقله وتصديره عبر الناقلات للنفط. وأيضا الغاز الليبي يمثل من أكبر المخزون استراتيجي في العالم، يعني أعتقد من أكبر 10 دول تتمتع بمخزون كبير جدا، لا أذكر كم من تريليون متر مكعب، لا أستطيع أن أتذكر الرقم الآن، ولكن بإمكاننا أن نزيد من القدرة الإنتاجية والقدرة على التصدير، وهذا يتطلب بعض التعديلات في القوانين المعمول بها في التشريعات الليبية حتى نتمكن من الاستفادة من هذه الظروف. ولكن إذا ما أصبحنا نمر بهذه البيروقراطية وعدم السيطرة على الأمن وفرض وبسط هيبة الدولة وسلطة الدولة على كافة الأراضي الليبية، حتى المستثمر يقول لك أنا باش نجي نستثمر ولكن مانيش باش نجيب عمالة وأخصائيين ومهندسين ويتم اختطافهم في يعني فيافي الصحراء الليبية. أي شركة جدية وأي شركة تمتلك النوها وما يعرف بحق المعرفة والتكنولوجي لا تعرض مستخدميها لهذه الأخطار. فأولا علينا أن نلملم أو ننظم البيت الليبي شرقا وغربا وجنوبا، وهذا لا يأتي إلا بالمصارحة والمكاشفة وأيضا بدء صفحة مصارحة جديدة. مصارحة ومكاشفة فيما ماذا في هذه الفترة بالتحديد؟ الأطراف السياسية المتنازعة على السلطة. طيب الأطراف السياسية المتنازعة على السلطة، هناك حكومتين، حكومة تود أن تستلم السلطة وحكومة رافضة لتسليم السلطة. وأيضا هنا أود أن أسألك بطريقة أخرى، من اليوم الأقوى أستاذ أشرف على الأرض سياسيا أيضا، من الأقوى؟ والله شوف، ما هو المقياس الذي سيتم يعني استخدامه لتقييم هذه القوى؟ هل سياسيا، دبلوماسيا، سياسيا دوليا، لا نريد التحدث شعبيا، عن التحركات العسكرية او حتى امنيا، لانه الجميع لا يعرف سيطرة من اقوى على الارض بالتحديد، ولكن نتحدث دبلوماسيا. لا معروفه لا تتغير موازين القوى عسكريا معروفة حتى عسكريا، لأن نعم هناك تحالف سيد تحالفات تنقلب مرة إلى أخرى، وبالتالي نعم هنا أسأل دبلوماسيا حتى اقتصاديا اليوم ورقة النفط في يد من؟ فبالتالي هنا السؤال، من الأقوى اليوم؟ من القادر أيضا على إقناع الدبلوماسية الغربية؟ نعم، إذا كنا نتحدث على السيطرة على الأرض، التحالف اللي قام به سيد بشآغا يعطيه أن السيطرة على معظم أو أغلبية الأراضي الليبية وقد تتجاوز 80% من مساحة 1,750,000 كيلومتر مربع. وإذا ما تحدثنا على النفط أو حقول النفطية، الهلال النفطي الذي يمثل 65% من إنتاج النفط الليبي هو تحت الآن يعتبر سيطرة حكومة بشآغا. نحن لدينا في الغرب تقريبا 380,000 برميل في حقل الشرارة والفيل، ويعني مقارنة بالهلال النفطي أو الجهة الشرقية فهناك فرق كبير في من حيث حجم الإنتاج ومجموع البراميل التي يتم تصديرها، هذا من ناحية أرقام. ولكن نحن لا نريد أن نتحدث على من يتحكم في النفط ومن يتحكم في الأرض، علينا أن نصل إلى وفاق، صح التعبير، علينا أن نصل
لمفهوم التداول السلمي على السلطة، وعلينا أن نتجنب تضخم الأنا والزعامات الوهمية التي ستقودنا إلى الاصطدام. كلكم على علم الأيامات الماضية كان بإمكان أن يعني يتم اصطدام كبير، ومن حسن الحظ أن الدول مؤثرة بقيادة أمريكا تدخلت وقامت بتجنب هذا الاصطدام الذي كان سيكون له ويلات وارتدادات خطيرة أمنية واقتصادية، وأيضا ارتباطها بوضع النفط من جهة ثانية. بالأرقام دكتور عطية، 80 تريليون قدم مكعب هو آخر رقم أصدرته حكومة الوحدة الوطنية في السابق، هو احتياطي ليبيا من الغاز، رقم مطمئن جيد بالنسبة للأرقام؟ هو رقم طبعا يعني مطمئن إلى حد كبير، يعني رقم كبير، لكن نحن الآن يعني مساهمة الغاز في إيرادات ليبيا يعني بسيطة جدا جدا بمقارنة مع إيراداتنا من النفط. طبعا الآن يعني لا تتجاوز حتى يمكن 5% من الإيرادات يعني، وبالتالي يعني ربما في المستقبل طبعا عندما عندها تطوير الحقول اللي متعلقة بالغاز وكذا، يعني نحن إنتاجنا من الغاز في الوقت الحالي اللي تأخذ فيه شركة إيني وغيرها يعني بسيط جدا جدا بالنسبة للسوق الدولي، ولكن هذا أيضا يحتاج إلى تطوير مثل النفط بالضبط طبعا، لكن من حيث الكمية هي كمية جيدة ومطمئنة إلى غير ذلك يعني. لكن المشكلة الأساسية الآن هي أكثر في النفط، وإلى الآن يعني العلم أن النفط الروسي والغاز الروسي يمشي لأوروبا، يعني ما فيش تسكير، ما لم يقفلوا الأنابيب ولا حاجة، لأن العملية عملية صعبة، لكن يحاولوا الأوروبيين أن يتحرروا من سيطرة الروس في هذا المجال يعني. وألا تعتقد بأن ليبيا نعم هي نعم تحت المجهر اليوم بالنسبة للأوروبيين؟ صحيح هي تحت المجهر، ولكن يعني قدرتها محدودة، قدرتها في زيادة سواء النفط أو الغاز خلال الفترة القصيرة يعني خلال سنة وكذا، لا تستطيع أن تفي باحتياجات أوروبا ولا بجزء كبير منها يعني على أي حال. لكن ربما بعض الدول الأخرى يعني زي قطر، زي ربما السعودية، زي كذا، قطر من البلدان الكبيرة اللي هي مصدرة للغاز يعني، الجزائر حتى هي ربما يعني هذوما أكثر منا إنتاجا يعني للغاز يعني. النفط أيضا حتى يمكن السعودية عندها أكثر قدرة على زيادة إنتاجها يعني، وربما الكويت وربما بعض الدول الخليج، وطبعا أمريكا لجأت إلى فنزويلا على أساس أنها يمكن تزودها بجزء من النفط، وبالتالي نحن المشكلة بتاعنا نحن يعني لا نريد أن نحل مشاكل العالم باهي، ولا نستطيع أن نحل مشاكل العالم، وإحنا عندنا مشاكلنا نحن يعني خاصة بنا، ولسنا دولة متحررة نفعل ما نشاء يعني. كل الأفعال الليبيين سواء في الداخل ولا في الخارج هي كلها بإيحاءات من الأجانب، ولكن أحيانا فيها يعني صعوبات طبيعية، لا نقول شيء كن فيكون يعني، وبالتالي بوقت وبكذا وبكثير من الأموال من الاستثمارات. وكما نعلم أن دائما المؤسسة الوطنية للنفط تشكي من عملية أن المصروف الهام من الميزانية العامة لا يكفيها، وهي تريد أن تحدث كثير من الـ من الـ من الآبار، تريد كذا، وهي لا تستطيع أن تقوم بذلك يعني. فنحن قدراتنا وربما حتى سياساتنا هذا كله يرجع إلى السياسة وإلى الصراع اللي هو موجود الآن يعني. الصراع الموجود الآن على السلطة انعكس على النواحي الاقتصادية، وهذا هو اللي سبب كثير من المشاكل للناس بشكل عام يعني. هل التضخم والبطالة وعدم السيولة والكذا، هذه كلها نشأت عن الصراع على السلطة، ومن يكون هذا يكون هذا والله هذا، للأسف الشديد يعني. ونحن أيضا تبع لبعض الجهات الخارجية يعني، كل فريق منا يتبع جهة خارجية، والجهة الخارجية تغذي فيه ويعني يفعل، لأن هذه يعتبرها في صالحة يعني.
لكن يعني هذا هو ما يجب أن نحل المشكلة، يجب أن نحل المشكلة السياسية، يجب أن يكون هناك استقرار سياسي، يجب أن يكون هناك استقرار أمني. هذه نرى متطلبات قبل أي تنمية اقتصادية وقبل أي إصلاح اقتصادي، وقبل ما نحن نفكر في أنفسنا هل نزيد إنتاج النفط ولا ما نزيدوش، وكم نزيدوه اللي هو يعني في صالحنا نحن مش في صالح العالم الآخر. يعني هذا ما يجب أن نفكر فيه، ما هو مفيد لنا نديروه، ما هو غير مفيد لنا ما نديروش، يعني حتى ولو كان في صالحنا ناس آخرين. أستاذ أشرف الثلثي، اليوم هذا التخبط السياسي والتشاجر بين الحكومتين الجديدة والمفروض المنتهية ولايتها ممكن تؤثر بالسلب على عقد أي اتفاقيات جديدة مع دول الاتحاد الأوروبي لمدها بالنفط والغاز؟ بدون أدنى شك عدم الاستقرار والضبابية للآن تسود المشهد، سوف لن تجعل أي مستثمر أو أي دولة تسعى للتعاقد على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل أن تتعاقد معنا. هو شوف، النفط الليبي نفط مميز يسمى بلو سلفر كرود أويل أيضا، وهذا طبعا جانب مهم جدا لأن فيه نسبة أقل من السلفر، وهذا يجعل النفط الليبي أقل تلوث، وكلنا نعرف مدى أهمية التخلص من العوامل الملوثة، فهذا جانب مهم. الجانب الآخر قرب ليبيا من أوروبا، نحن على مرمى حجر من لامبيدوزا ومن سيشيليا، فهناك الآن ما يعرف بالجرين ستريم، أنبوب غاز، بإمكاننا أن نوصل حتى أنبوب من النفط لو أمورنا استقرت وقمنا بعقد شراكات اقتصادية مع دول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط. ولكن للأسف كما ذكرنا هذا الشجار وعدم الاستقرار والاستفراد بالسلطة، يعني بإمكاننا أن نبتكر أي شكل سياسي، مجلس رئاسي بو 4 بدلا من 3، وحكومة، رئيس وزراء، نائب رئيس أول، نائب رئيس ثاني، نائب رئيس ثالث. يا أخي احنا بشغى عمل الحكومة فيها 30 و32 وزير ويمكن 50 وكيل، يعني ما هيش هذه المشكلة. المشكلة دعنا نجلس على طاولة الحوار ونقدم مقترح، والوطن يتسع للجميع، يعني علينا أن نغتنم هذه الفرصة، هذه فرصة ذهبية لن تكرر نفسها، قد تكرر نفسها مرة أو مرتين في القرن، والتاريخ كما ذكرت سيسجل مواقف الرجال. هل سنجلس وهل سنستوعب الأخطار وهل سنفهم بأن هذه الفرصة فرصة حقيقية وفرص ذهبية علينا أن لا نضيعها مقابل أن نحكم؟ وجدلا استمر السيد دبيبة في الحكم إلى كما ذكر شهر 6 وإعلان الانتخابات، أو استلم منا السيد باش آغا لمدة سنة وأمن الانتخابات. ما هو الانعكاس الذي سيحدث على المستوى المعيشي أو على المستوى المواطن البسيط في ليبيا؟ أنا أؤكد لكم لن يكون هناك أي انعكاس، ولكن عندما نجلس ونتفاهم وندرك هذه الحقائق ونرتقي بهذه المهام الجسام الملقاة على عاتقنا، وأن نصل إلى مستوى يحقق أهداف ويحقق أحلام الشعب الليبي الذي حرم من ثروته اعتبارا من 69 حتى قيام ثورة فبراير، والفوضى التي عشناها من 2011 إلى يومنا هذا. فللأسف منذ أن تم اكتشاف النفط في 56 وتم تصدير النفط عام 1963 أو العائدات النفطية دخلت للخزانة الليبية، كان هناك انتعاش وكانت هناك مشاريع استراتيجية، الطريق الساحلي، مشروع الملك إدريس الإسكاني، الجامعة التي بنيت في بنغازي، مشاريع إلى الآن، يعني إلى الآن نشاهد نجاحها وأهميتها. ولكن الكل يعرف بعد ما مررنا به من عدم استقرار وحكم شمولي وما إلى ذلك، ولا زلنا نعاني من هذه الأزمات التي عصفت بالأمة الليبية. دكتور عطية، بالإضافة لارتفاع أسعار السوق وزيادة الطلب على الإنتاج اليوم، هناك تخوف من تأثيرات سلبية قد تفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد، كيف يمكن التعاطي بشكل علني ومنهجي
مع كل هذه المعطيات والتطورات اليوم؟ هو ريت هو ارتفاع أسعار النفط زي ما قلت لك يعني لا شك أنه هو في صالح البلدان المصدرة للنفط بما فيها ليبيا. طبعا نحن نتكلم عن ليبيا، يعني لما يرتفع أسعار النفط يعني هذا شيء بالنسبة لنا، نحن في الاقتصاد نقول هذا معدلات تبادل في صالحنا، تصبح معدلات تبادل هي أسعار صادراتنا مقارنة بأسعار وارداتنا. أسعار صادراتنا ترتفع بمعدل أعلى من معدل ارتفاع الواردات، سي نحن نستورد في كل شيء طبعا، وهذا سينعكس علينا. يعني ارتفاع أسعار النفط ستنعكس في الواردات اللي يستوردوها، حترتفع أسعار الواردات. ولكن نحن دائما نقول بأن الارتفاع اللي يحدث في أسعار الصادرات من النفط الخام هي أعلى بكثير من أي ارتفاع يحدث في الواردات. يعني نحن زي ما قلنا مثلا، يعني العند قبل يمكن شهر ماضي أسعار برميل النفط كانت أقل من 90 دولار للعلم، يعني كذي كانت بدأت في الارتفاع منذ 3 شهور تقريبا، بدأت شوية في الارتفاع التدريجي. ولكن قبل أزمة أوكرانيا سعر النفط كان أقل من 90 دولار، الآن زي ما قلنا اليوم بالذات سعر النفط 109 دولار اليوم يعني، وربما يرتفع لأن يعني الأسبوع اللي فات وصل لعند 130، يعني في نوع من التذبذب، ولكن تذبذب وعلى مستوى عالي مازال في صراحنا. يعني هل ممكن أن يرتفع سعر النفط عالميا أكثر من ذلك، أكثر من 130؟ نعم ممكن، ممكن جدا لو استمرت الحرب طبعا، ولو استمرت الحرب، لو أوروبا منعت استيراد النفط من روسيا طبعا ممكن جدا ترتفع أسعار النفط إلى أكثر من 140 أو 150 دولار للنفط. يعني نحن رأينا في سنة 2008 في أزمة اللي صارت وصل سعر البرميل النفط 140 دولار في بعض الأحيان، لكن بعدين انخفض بسبب الأزمة المالية العالمية وانخفض إلى أقل من 90 دولار. هو أسعار النفط من الصعب جدا التنبؤ بها في المستقبل، يعني كثير من التنبؤات لم تحدث. يعني فيه اللي يقول لك والله الآن ممكن أسعار النفط توصل عند 200 دولار، يعني هذا خيال طبعا. يعني لكن بجميع الأحوال من بشكل عام أسعار النفط ممكن ترتفع أكثر من ما هو اليوم وتوصل لعند 140 والله حتى 150 ربما، يعني لكن هذا يتطلب أن تستمر الحرب في أوكرانيا، يستمر أيضا أن أوروبا تقطع سيرتها بالنفط الروسي، لأن هي المسألة السعر يتحدد عرض وطلب، لما العرض ينخفض السعر يرتفع طبعا. يعني السعر يرتفع ليش؟ يا أما بسبب ارتفاع الطلب، يا أما بسبب انخفاض العرض. نعم. هذه المبادئ يعني. طيب. فبالمستقبل ما هي توصياتكم ومقترحاتكم؟ كل شيء بس يعتمد على الحرب اللي في 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 أوكرانيا. سألتك دكتور عطية عن توصياتكم ومقترحاتكم خلال هذه المرحلة. خلال هذه المرحلة أنا أوصي كل المسؤولين وغير المسؤولين بأنهم لا يوقفوا إنتاج النفط، لا يسدوا مفاتيح النفط، نستمر. وإذا كان في إمكانية خلال الفترة القصيرة أن نحن نزيد من إنتاجنا، يجب أن نزيد من إنتاجنا، لأن فترة قد لا تتكرر هذه الفترة، لأن التوقعات البعيدة جدا جدا يقول لك أن النفط فيه له بدائل وله كذا، وربما حتى العالم بعد يمكن 20 و30 سنة يستغني على النفط بشكل كبير جدا جدا، نتيجة لأن السيارات الآن في سيارات تشتغل بالكهرباء ومنتشرة حتى في بعض البلدان العربية يعني، وفي سيارات تشتغل بالغاز ما عادش تشتغل بالبنزين يعني فطبعا هذين يعني إشارات أن احنا إذا كان استطعنا ننتج أكبر كمية ممكنة الآن يجب أن ننتجها في ظل هذه الظروف اللي تتسم بارتفاع أسعار النفط. ولكن يجب ألا يأتي أي واحد يقول لا سكروا النفط، لا نحن مش عارفينش، يعني بصراحة هذين أعتقدنا عمليات تخريبية مثل ما صار في الأسبوع اللي فات وأقفلت المفاتيح متاعت حقل الشرارة وحقل الفيل لمدة 2 أو 3 أيام. يعني هذه خسارة بصراحة كانت لنا في حدود 40 مليون دولار يوميا نتيجة لانخفاض الإنتاج ب 350 ألف برميل يوميا. يعني ف
فأنا الآن يعني أنا أقول إن الآن فرصة للليبيين على الأقل، لأن هذا يعني يزيد من إيراداتنا، يزيد من احتياطياتنا، يمكننا من تنفيذ كثير من الالتزامات اللي علينا التزامات كثيرة تتعلق بالبنية التحتية موجودة، يعني كثير من الأشياء من المشاريع المتوقفة والشركات الأجنبية اللي تنتج فيها رحلت من ليبيا، وتتحين فرصة استقرار البلاد باش ترجع وتكمل هذه المشاريع. يعني هذه تتطلب أموال كبيرة يعني، وهذه الفرصة بالنسبة لنا احنا فيما يتعلق بإنتاج النفط وأسعاره. طيب أستاذ أشرف، توصياتكم ومقترحاتكم قبل أن ننهي هذه الحلقة. والله أنا أناشد المجلس الرئاسي المتمثل في رئيسه السيد المنفي والسيد موسى الكوني والسيد اللافي أن يتواصلوا مع المتنافسين وأن يدعوهم لتغليب المصلحة العليا لليبيا، وأن يتفهموا التحديات الجسامة التي نواجهها، وأن يفهموا الارتدادات هذه الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاسها على اقتصادنا بالسلب أيضا وبالإيجاب من حيث الصادرات النفطية. يعني احنا شعوب نعتمد على الخبز، يعني انا اقول نحن شعوب الخبز، و يعني لدينا نسبة عالية من وارداتنا تأتي من روسيا وأوكرانيا فيما يخص الخبز. ايضا المجلس الرئاسي يعني يجب أن يلعب هذا الدور التاريخي، يجب أن يأتي بالأطراف كل الأطراف المتنازعة، ويجب أن يقنعوهم ويصلوا بهم إلى آلية ولو مؤقتة، حتى يعني نتخلص من هذه العاصفة ونصل إلى بر الأمان. الأستاذ أشرف الثلثي المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي كنت معنا مباشرة من تونس، شكرا جزيلا لك. وشكر لحضرتك أيضا دكتور عطية الفتوري أستاذ العلوم الاقتصادية، كنت معنا مباشرة من بنغازي على كل هذه المعلومات. والشكر لكم أنتم مشاهدين على المتابعة. لايف انتهى، غدا في نفس الموعد.